للوصول لمجتمع حيوي لأبناء المملكة والمقيمين فيها، يتطلب ذلك تعزيز الصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية. وهنا تكمن رؤية مملكتنا 2030 لوضع نمط حياة صحي لبيئة إيجابية وأكثر جاذبية، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية حفظه الله. أطلقت صحة الشرقية حملة نبادر معا بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية وجمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وذلك وفقا لليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي والذي يوافق 28 يوليو من كل عام. تسعى هذه الحملة إلى إذكاء الوعي في المجتمع بشكل عام وللعمالة الوافدة بشكل خاص بالتهاب الكبد الوبائي، كما يعرف بأنه فيروس يصيب الكبد ويتسبب بمجموعة مشاكل صحية بما فيها سرطان الكبد. وهدفت الحملة إلى التوعية الصحية فيما يخص التهاب الكبد الوبائي، وذلك عبر رفع الوعي الصحي لدى المواطنين والمقيمين، تخفيض حالات الإصابة بالالتهاب الكبدي، اتخاذ احتياطات مكافحة العدوى في مواقع الرعاية الصحية، حيث تقي هذه الاحتياطات من انتقال الفيروسات المسببة لالتهاب الكبد والكثير من الأمراض المعدية الأخرى. لتحقيق مستهدفات الحملة والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، فقد انقسمت الحملة لثلاثة مسارات. أولاً المسار الميداني، وينقسم إلى قسمين: توعية وفحص العمالة في مساكن العمال عن طريق الفرق الطبية والفرق التطوعية والمترجمين، توزيع الملصقات التي تحتوي على باركود يضم المواد التوعوية مترجمة بعدة لغات في الأماكن العامة. ثانياً المسار الإلكتروني الخاص بالشاشات الإلكترونية العامة ومواقع التواصل الاجتماعي. ثالثاً المسار التعليمي، وذلك من خلال مركز التدريب الخاص بتدريب العمالة. لا يغيب عنا دور الدعم الذي طالما حظينا به من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، فله جزيل الشكر والامتنان. كما نثمن دور الشركاء لثقتهم المستمرة وإيمانهم بأهمية تحقيق مستهدفات حملة نبادر معاً.